السلام عليكم. القوات البرية للحرس الثوري تنفذ ذروة عملياتها خلال مناورات إيران القوية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكروبي إن مناورات إيران القوية ستشهد غدا الأربعاء ذروة العمليات المخطط لها. وحسب وكالة تسني قال إن العمليات المخططة لها اليوم من المناورات ستنفذ حسب الجدول الزمني اعتبارا من صباح غدا، وأضاف أنه في اليومين المقبلين سنشهد ذروة عمليات مناورات القوة البرية للحرس الثوري. وأضاف أن غدا ستبدأ الوحدة المدرعة والقوات الخاصة وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة القتالية بتنفيذ المهام الموكلة إليها، وتم إرسال وحدات قتالية جديدة للقوة البرية للحرس الثوري إلى منطقة المناورات، وشملت القوات الجديدة أرثالا من أنواع الدبابات والمدفعيات والآليات والمدرعات والوحدات الصاروخية وآليات الإسناد ومعدات عسكرية أخرى، بالإضافة إلى الجسور المتحركة. وكانت مناورات القوة البرية للحرس الثوري قد انطلقت الثلاثاء تحت شعار إيران القوية في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غربي البلاد. وتواصل القوات البرية للحرس الثوري اليوم الثاني على التوالي مناوراتها في منطقة رأس شمال غرب البلاد، وتتضمن المناورات عمليات الهجوم الجوي والقفز بالمظلات وعمليات الهجوم الليلي والعمليات القتالية بطائرات الهليكوبتر والعمليات القتالية والانتحارية بالمسيرات، وكذلك إنشاء جسر فوق نهر والاستيلاء والسيطرة على الطرق والمرتفعات والتدمير الهجومي. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.